بالعتم ونفسك تتلون بالكسب وتزرع خوف ومكروحة تتهرب هالفرحة ما تكوني للغد نقطة وسط عنوان الكتاب اسمه القهر قتل البشر ضيع بداخلنا الإنسان ما تعيش عمرك بالوجع خوف وغدر رح تحصد الخسلان هيدا الطمع ضر ما نفع قتل البشر ضيع بداخلنا الإنسان ما تعيش عمرك بالوجع خوف وغدر رح تحصد الخسلان والحق بكرة بينتصر وبينمح الظلام ما تكوني للغد نقطة وسطر وعنوان الكتاب اسمه القهر ما تكوني للغد نقطة وسطر نقطة وسطر وعنوان الكتاب اسمه القهر الظلم صارم ما منه أمان الحقيقة بتنكشف وبيرجع الميزان وبتنحي زور الأمل كلها وجع تشتكي هالحال خلي الحقيقة تنكشف نقشع شمس عمر الظلم ما طار وبتنحني نور الأمل كلها وجع وبتشتكي هالحال